مساء الخير عليكم أصدقائي الأعزاء، تحياتي ليكم جميعا. قبل ما ابتدي معاكم عايزة أشكركم على مشاركاتكم والتعليق على الفيديوهات اللي أنا بقدمها. قد إيه مهم جدا بالنسبة لي إني أعرف وجهة نظركم ورأيكم في الأفكار اللي أنا بطرحها عليكم، وبشجعكم دايما إنك تبدي رأيك وإنك تعبر عن نفسك وتقول إذا كنت متفق أو مختلف مع الكلام ورأيك في القضايا، لأن إحنا بنتكلم في كل حاجة بتمس المواطن المصري. الحقيقة أنا متضايقة جدا من إن المواطن البسيط الفقير مش عارف يطلع يصيف على كورنيش. يعني إيه إن أنا أقفل الشواطئ العامة، تمام، وعلشان خاطر كإجراءات احترازية من كورونا، وفي نفس الوقت الناس موجودة على الساحل، موجودة في مطروح وفي المصايف والجونة ومرسى علم والغردقة، والأوتيلات شغالة. تقولي 50% أو لكن نهايته هي شغالة، تمام، وانت قافل الكورنيش على الناس. الغلابة اللي كانوا بيستنوا المصيف من السنة للسنة علشان يخشوا يدفعوا تذكرة يقضوا اليوم على البحر، انت ازاي حرمتهم من حاجة زي كده؟ وحتى ده بقى فيها تفرقة وبقى فيها عنصرية. ما تنساش ان انت كمان في نفس الوقت الشواطئ دي من جهة اخرى مفتوحة لاصحاب الكافيهات، يعني انت بتروح بتقعد بالمشاريب، وبيبقى حاجة ظاهرية ان هو منع الناس ان هي تنزل او الاطفال ان هي تنزل، لكنهم بيتركوهم ينزلوا. حتى لو ما نزلوش فالترابيزات قاعدة مليانة، الناس متكربسة ومزنوقة في بعض. الكورنيش كله، الكافيهات شغالة اللي على الكورنيش فوق، لكن انت مانع الناس انها تنزل البحر. الحقيقة في الدول الأوروبية الحدائق العامة لم تغلق ومفتوحة، لكن ما ينفعش يكون في تجمع أكتر من 5 أفراد من الأسرة الواحدة، فالشمسية ما تشيلش أكتر من 5 أفراد، وده حل. لكن إنك أنت تضرب الموسم بتاع الصيف والولاد هيخشوا على المدارس من غير ما تسمح لهم إن هم ينزلوا المية، ده كلام حقيقي فيه ظلم، فيه ظلم وفيه عنصرية. دلوقتي اللي عنده شاليه او اللي يقدر يروح اوتيل او اللي يسافر من محافظة لمحافظة هو ده اللي بيقدر يدفع اكتر علشان يصيف، وساعتها التدابير الاحترازية كلها بتاعت كورونا كلها خلاص بتتلغى. فهل ده من العقل ان انا بسمح للمصيف بطبقة او طبقة تانية؟ لا، حقيقة انا مش عارفة استوعب الكلام ده. المولات موجودة، الفود كورت كلها شغالة، طبعا قللوا عدد الترابيزات والناس مش مزنوقة في بعض، لكن في تجمع. انت ما منعتش التجمع، دلوقتي داخل العيد اتمنعت صلاة العيد وكل سنة وانتم طيبين، لكن الكافيهات شغالة لغاية الساعة 12، فالواحد بصراحة مش فاهم الدنيا ماشية ازاي. وانا شايفة ان هي ماشية بشكل بصراحة مش منطقي على الاطلاق، لأن مش معقول أنت بتسمح لناس وناس تانية لأ، ده مش عدل. أنت مش متخيل الناس اللي كانت بتستنى من السنة للسنة الأطفال علشان خاطر يطلعوا الكبت بتاع السنة كلها ويستعدوا لسنة دراسية جديدة قد إيه كانت فرحتهم بالمصايف. أنت دلوقتي بتقول لهم خلاص أنت صيفك انتهى لغاية كده، ناس بتيجي من المحافظات علشان بس تقضي وقت على الكورنيش وسياحة اليوم الواحد، حتى دي اتضربت. طيب اذا كنت انت بتسمح في المولات ان اصبح الـ يعني مثلا لو في كافيه وهي بيخشها 100 فرد، انت امرت بشيل الترابيزات بحيث ان يبقى اللي موجود 50. طيب ما الكلام ده ممكن يتعمل ان يكون في مسافات متباعدة على الشواطئ، ما يبقاش في الكربسة، ولما يبقى الشاطئ يمتلئ خلاص خلصنا. لكن انك انت تمنع خالص ده اي منطق؟ واي منطق انك انت تسمح بنزول الشواطئ في مطروح وتمنعها عن اسكندريه؟ ايه اللي هيترتب على ده من خراب بيوت الناس؟ ده غير الناس اللي كانت دي كان في ناس بتيجي من الصعيد، شباب صغيرين، علشان الموسم ده بيشتغلوا في الكافيهات وفي الخدمه الموجوده على الشواطئ. دلوقتي انت الناس دي هيبقى دخلها ايه وتتصرف ازاي وليه؟
وليه؟ فالحقيقة حاجة مش منطقية خالص، حاجة مش منطقية خالص. وفي نفس الوقت انت عندك، انت مش مانع التكدس، عندك المحاكم شغالة، عندك المؤسسات الحكومية شغالة، عندك البنوك شغالة، اذا ففي تكدس. اذا كنتوا انتوا نفسكم بتعلنوا عن انخفاض معدلات الإصابة بكورونا، طب ما تفتحوا الشواطئ للناس، ادوا للناس فرصة انها تتبسط وتقضي وقت كويس، اسمحوا لهم حتى في العيد مع تدابير معينة. بصراحة قرار ظالم جدا ومؤسف جدا وعكننا بصراحة. أنا شايفة إن هو أنتوا كده بتعكننوا على الناس، يعني مش عارفين تضايقوهم بإيه ولا بإيه وبأي شكل. أنت فاتح كل حاجة، فاتح كل حاجة دلوقتي، بس اللي معاه فلوس اللي يقدر يروح أوتيل، اللي يقدر يروح قرية سياحية، هما دول بس الناس اللي هيصيفوا السنة دي، هما دول الناس اللي هيعيدوا السنة دي. لكن اللي معهوش، الناس بتوع شاطئ اسكندرية، الناس اللي كانوا بيروحوا سياحة اليوم الواحد، انتهت الموضوع على كده. انا بطالب الدولة وبطالب رئيس الوزراء ان هو يراجع نفسه في هذه النقطة، لان هي غير عادلة على الاطلاق. وبصراحة اتخرب بيوت ناس كتير جدا، وناس كانت بتعتمد، كمان طلبة جامعة كانوا بيعتمدوا على الدخل اللي بيحصل في فترة الصيف، وكان بيحوشوا منه ال3 شهور دول علشان يبقى عندهم مصروف. دلوقتي خلاص، انت لما تبقى قاعد على مواقع التواصل الاجتماعي وتلاقي ناس عمالة تتعارك على البوركيني وتتعارك على المايوهات البيكيني، وده انت داخل هنا منزلها معاك الشغالة بتاعتك، وتلاقي في صراعات على ناس بتصيف وناس بتنزل المية، وانت تلاقي الناس تانيين، قطاع تانيين من المجتمع مش عارفين حتى يعني ينزلوا يبلوا رجليهم في المية، حاجة غير عادلة على الإطلاق وغير منطقية، غير منطقية. تمام، حياتي ليكم، وأرجو ان الدولة تراجع نفسها هذا القرار. على الأقل شهر 8 افتحوا الشواطئ للجمهور. اشوفكم على خير.